السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، ما حكم الختمة؟ إن احنا نقعد مع بعض وكل واحد يقرأ جزء مثلا من القرآن أو ما تيسر. لا مانع من ذلك، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إلا يتلون كتاب الله وتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده.